بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نمسلي إذ وليني عدان شويا في العهد العثماني ذي ثمور ثنغ سليغ ومجرد ذي الأراء غير الغشير لا نقاد إسي زاد نشيطوح لا نقاد إسي سنقسنا طاس مكل يون دا شد إفكا تكثينس ولهذا أذو غنوال الغرس باش نفقن كلا الحقائق أدن في كل الشبهات لكن قارن الشبهات إجلان إتقارن دن تاسي انتي دي حكونا في العهد هاكي منها أنسلي كذي إسي سماني العهد هاكي العهد الاستعمار التركي عهد الاستعمار التركي حسبنا ما كني اسمي لان الأتراك ذاكي ذي ثمورت الزهيرة ما كن الاستعمار ونزران كوني ولا شاشوي صعفن امو مزروي يعني تاريخ خطر تاريخ هاكي الى يوني تحويز ديس باش ادياف في ويستي نسي عرقا نتير ادي زينين يسني ايمانيس الى وايض يرقوي ديك سمو غبار باش غادي يسكر غبار يصدر على النا العهد العثماني للجزائر ماشي الاستعمار خاطر ولاش تاريخ ديننا مسنوي ديننا ناوني دي حكام إنا دي روح الجيش العثماني سالجيوش الجرارة سالفابورات سالسلاح سالمدافع ويكش من دار ثمور الجزائر لا العهد هاكي غنسميه التحالف العثماني الجزائري خاطر لي الجزائريين يكساولن إلى العثمانيين وبالضبط للإخوة عروج وخير الدين باش نعاونن مهرا قفلن إيكادني حقيقة إذا عذوني كيف غندش أنت مورتنا إيكادي كنكرن في شعبنا في جدودنا غين يختار دي تاريخ إيكادي كيف غانا دينين باللي جدودنا ويسعى للاختيار جدودنا يشمر الدين سالقوة يشمر الدين ماشي الاختياري ناس يشمر الدين خاطر وساند وعرف نستعمرنت تيجي كذ المغالطات حقيقة الشعب نقول شكون يقوم وراك راه من يدي بدر مورتيس يقومي ولكن اسمي فهم الدين خيريت ومازاليت رسا الاختياري ناس ولهذا كنا يقدر تسميني العهد العثماني بلي العهد الاستعمار عند المزايدات ربما خطر سراح عندي سريحة يقين دين وبغينا راه الدينين تيدس الجزائري قسمي شمر الاسلام قسمي شمر الدين قسمي وغال دين سلم كربا دايلا ينسلم يحسبيس ذوماس مثلا قرد نيني العثمانيين دي برانين في حدودنا حقيقة دي عثمانيين دي تركيين كل دي جزائريين ولكن يجمع غير كل دين وثم سالتاكين يون تمورث هذه حكمي تمورث نظن ماشي دي الجزائر كان يتعدى ماشي العهد العثماني كان يتعدى دي وثم طبيعة قلان في مختلف العصور يعني تعدير كل في جدودن سننسير كل يجدودن رسا مازاليت لو كان دفك امذيا دفك المثال ديني اطاس حتى دي الدول الاوروبيه اطاس كي قال لي عداني حكمن اطاس العائله يحكمن لا سننسنت ماشي تمورثني يحكمن دفك المثال العائله الحاكمه ثوا شو تلقي يحكمن الساقي غير الساقي دي بريطانيا لا سليس ماشي 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 الانجليز نابوليون اللي يحكم فرنسا ماشي دا فرنساوي
نابوليون في الاصل من كورسيكا، ماشي ذا فرنساوي. العائله دنيغي انجليزي، الملكه في بريطانيا ماشي لاسليس، ماشي من المانيا، دالمانن ارثورا الجدود نسن دالمانن، ومازال راه حكم دي بريطانيا. العائله الملكه في السويد، في السويد تواشل تاكين وغليد لا سويد، ماشي سي با دي سويدوا، نوثني وسندن سينيظن دي فرنساوين، راه عندي فرنسا وحكم عندي سويد. محمد علي دي مصر، ماشي دا مصري، من البانيا. ايزنهاور يك حكم الماريكان شحال يسكوسن، ماشي دا ماريكاني، من المانيا. فورد كذلك لاسليس دالماني. كينيدي يضلي كان يحكم عام 60 كذا ذا ساون يحكم دي امريكان ايرلندي، سي ان ايرلندي. اذا انت كي شبه كي يدي ساون خيرا كي قادي يدي هضر مزروي وقارن تركيا ماشي دي زايرين، نعم ماشي دي زايرين، ولكن نيني وقع انهيارنا دي تركيا التحالف، اينو مي قار تحالف لا كواليزيون اون اليانس باش كني هذا الرني قال هني يديو سان فانار ذولن هذا ذرك ثديانيت ثنا ذرك الشخصيه انا ذرك الكرامه انا وذا وين اهلنا خاطر لا نسوالين باللي اهلاكي ماشي انا ماشي مولانيس ماشي كي قادي يختار ماشي دينيس، وانما اهلاكي ذو الورث نروما الى قاس اثوين بكل الوسائل المتاحه. اذا تلقي الشبهه ثم زواروث شبهه في السنات ناندي العهد التركي تركيين واللي واشو خدمان يثمرتنا واللي واشو يفنان واللي واشو لا فقيد يعني ديوث المغالطه النظام. إذا أتص فرض ضرائب أتص في الغاشي يخذ من الفطلة أتص في الغاشي كنو زمرا رادنيني باللي العهد التركي ذا العهد المثالي سيتي لي ديال لا ماشي ذا اشتاقين وادنيني، ولكن أي نظراني العهد التركي 300 سنة ذا شوي لان ثمور في الجزائر أنو ميقارن ثورا بلغة القانون سيتي تاني تا ديكسيبسيون، حالة الحالة الاستثنائية حالة الاستنفار القصوى خطر 300 سنة ويحبس على ومجارد جري زايريا هاك ديك فغانا شن ثمورتنا. توفيق المدني رحمه الله مؤرخ معروف يكتب يسعي وتكتفي قرص حرب 300 سنة، حرب 300 سنة، وأي دولة في العالم أما يظلي أما الساعة أما الزكا إماراتي لي ذي حالة الحرب يمارث لي دي حالة المقاومة، يمارث لي تروح لهنا إلا وي إلا تهديد الخارجي، ويزميرا لا تشغل طاس المسائل الداخلية، وإنما تشغل دراسة المعلم القرآن، مكيرا تحارب في ثمرت، مكيرا تحارب في الدين، مكيرا تحارب في الجدود، مكيرا تحارب في خيال، مكيرا تقرع أبرانية كيا. أكيد الشبهة نظن يتخذ من طاس قمذانن وناند العثمانيين وفكينا راه الحق نوغند فلان نوغند فلان، حقيقة لانت دويلة النيقلان غير وقفلة داسن العثمانيين ام الزيانيين ام التومي ذاك العاصمة نا الحفصيين نا والقاضي ثمورة القبائل الى اخره، مكولا دوار تقريبا يسعى 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 الدويله، ولكن ويكين وري لي واش زمرنا نخدم من ضد الاسبان يقلان روحا ندوكش من داخلنا وذلنا ورانا طاس الجوامع رانت ذو الكوري وث حاشاكم سكون ديك سنزويل، ولكن دويله تاقي اسمي ولا العثمانيين في الدن وران حقيقة الخطر للإسباني فغانا دوال نوناد حكمان أكيد طبيعة البشر مكل يون أكني دينا سيدي ربيع زوال يا أيها الناس إنما بغيوكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، سنغني لكل مدنا في متاع الحياة الدنيا.
يمي ولا الخطر نيروح ماذا بي هذا يغال هذا يقيم من سريح كمن القابلاني وقعان تتصل مناوشات أما كان وقعان تير كل سمجارة مدن في دوني سمجارة مدن في الحكم هيك قدران إلى عصر العثماني ولكن الحقيقة يقول قرأت نفر لو كان ماشي العصر ني لو كان ماشي التحالف ني ذا معاون ني وساولني زيريا فاندي في قايث روح ناثا افريد مزورسي في قايث العلماء نسند الاعيان نسند وروح نسيل زاير واتصل عند الاخوه خير الدين وعروج في حلق الوادي دي تونس خاطر لنا نذني دي البحار نذني قارني ما نسن سليك ندين سلمني وميدي زكوير وهذا هو اسباني باش تنذكر البحار باش هذيك سفلاس السر باش هذي ذكر المن نسن البحور دي زايريني كساولني العثمانيين فوقع هذا التحالف يقوخرا عطاس قران هذا وقيد يروح لنا اغيد شاغي ذول هذه سفغ الدين النهضه باش ادير ثانصرانيث اغي سفغ نكوني باش اغير ذاكلان مره اخرى خاطر ثم شهود وزيفة سيزيك ذي العهد الروماني العهد البيزنطي ايدي 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 ورسونا راويين بغانا تسنجحن ذي العصر والعصر العثماني والتحالف الجزائري العثماني ذنسي قران الفاطلاقي ذنسي قران في تمورتنا ويخرس على الاخر ثلث قرون دولة يجي يقلني مير اسميس دولة الجزائريين ودنو غالى الموضوع قيد الحصة القادمة خطر لانت شبهات نظن يذكرن يسدرن الغاشي غير ثورة في العهد نغد العهد ماشي العيوب وكسارة ولكن الفضائل يسوى المزايا يسوى الخيرس أكثر بين 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 نديري سكيد الحقيقة إقلا قد نيني ونكرارا خاطر من نادو لاش ذا شو كنيس قارني رومي نسمع صغار تاريخ قار لوكيباسيون ترك الاحتلال التركي تاقين الخطا ولكن العهد اكيد العهد الجزائري العثماني بامتياز ويقرع في سيادنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.